اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. ممثل مصري أتقن وبعمق العديد من الأدوار بوجه بشوش قريب من قلوب الجماهير. إنه الكوميدي الأنيق صاحب الدم الخفيف، وقف متحيرا بين حلمه الفني أو إكمال مهنة العائلة المتوارثة ليتخذ قراره ويصبح فيما بعد واحدا من كبار النجوم. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الفنان هاني رمزي. ولد هاني في اليوم 26 من شهر أكتوبر من عام 1964 في محافظة المنيا في مصر. ينتمي لأسرة مرموقة، فجده كان نقيبا للمحامين في محافظة المنيا، كما كان واحدا من أبرز قيادات ثورة سعد زغلول. أما والده فكان أيضا محاميا بارزا، ورث مهنته عن والده وورثها لابنه أمير شقيق نجمنا. ولدى هاني شقيقة أخرى تعمل كمحامية أيضا وتقيم في أمريكا. أما عن ديانته فهو ينحدر من أسرة مسيحية قبطية. التحق هاني بكلية التجارة وحصل على درجة البكالوريوس فيها ليلحق حينها أحلامه ويدخل المعهد العالي للفنون المسرحية. وعندما علم والده بنيته دخول عالم الفن أبدى حزنا شديدا وبكى لعدم مسير ابنه على دربه ودرب والده وفي الحفاظ على مهنة العائلة. وعلى حد قوله المحاماة بتكسب أكثر من التمثيل. إلا أن نجمنا تبع شغفه وانضم إلى فرقة الفنان محمد صبحي ليقدم معه مسرحيات عدة، أبرزها مسرحية تخاريف. وبعد سلسلة من الأدوار استطاع هاني أن يلفت النظر إلى موهبته واتجه للسينما والتلفزيون، وقدم العديد من الأدوار كان أبرزها مسلسل عريس ديليفري وفيلم سامي أكسيد الكربون. كما كانت لهاني تجارب في تقديم العديد من البرامج المتلفزة، بدءا من برنامج الليلة مع هاني وبرنامج هبوط اضطراري الفكاهيين، وصولا إلى برامج المقالب الرمضانية مثل برنامج هاني في الأدغال، والذي شكل جزءا مهما في مسيرة حياته المهنية. غالبا ما يسعى هاني لإبعاد حياته الشخصية عن الأنظار، ومن المعروف أنه متزوج وله ابن وابنة يدعيان شادي وجيسي. عقب تصريح هاني عن أحد أفلامه الجديدة والذي يحمل اسم عمر المحتار، شن الليبيون هجوما عنيفا عليه معتبرين أن الاسم مسيء للمجاهد الكبير عمر المختار صاحب الأسطورة البطولية اللامعة، ليسارع هاني بالتبرير ويقدم اعتذاره للشعب الليبي، مؤكدا أن اسم الفيلم وقصته لا علاقة لهما أبدا بالمناضل عمر المختار، مضيفا أنه سيتفق مع الكادر الفني على تغيير اسم الفيلم. ومؤخرا قام الرئيس المصري بدعوة هاني رمزي لحضور مؤتمر مبادرة حياة كريمة الذي يسعى لتطوير الريف المصري وتمكين الاقتصاد وغيرهما من الأمور التنموية. وقد لبى نجمنا الدعوة إلى جانب عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وكان قد عرف هاني بمواقفه المؤيدة للرئيس السيسي والمؤيدة أيضا للجيش المصري بقياداته، وهذه المواقف وضعته محط هجوم مرات عدة.